أعزائي مشاهدي قناة الصح والجمال، أسعد الله مساءكم. طبعا في حلقة جديدة من صوت الناشئين، زي ما تعودنا طبعا بنلتقي بحضراتكم في تمام الساعة 11 مساء كل يوم ثلاثاء. طبعا احنا صوت الناشئين أكيد يعني دايما داعمين لكل قطاعات ناشئين مصر وأندية مصر. دايما بنقولها، سواء أندية الدوري الممتاز، سواء أندية الأقاليم، مراكز الشباب، كل ما يخص قطاعات الناشئين احنا بنكون داعمين ومتواجدين في كل احداثها. في بدايه الحلقه اسمحوا لي يعني اسره البرنامج وانا بنعي الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع ناشئين نادي المؤمنين العرب والمدرب العام لمنتخب مصر السابق ورئيس قطاع ناشئين نادي المؤمنين العرب السابق في وفاه والدته، مغفور لها. يعني داعينا ربنا سبحانه وتعالى ورجينا من الله سبحانه وتعالى أن يجعل مثواها الجنة ويغفر لها بإذن الله رب العالمين. اللهم أمين يا رب. طبعا معنا أخبار مهمة جدا، لكن هيكون معايا طبعا ضيوف يعني من النجوم، فقرة نجوم الغد هيكون معايا ضيفنا يعني مدير فني لفريق نادي زد مواليد 2008 الكابتن زهران، هيكون معانا برضو خلال الحلقة. هنروح للأخبار. المقاولون العرب يستعين بأخصائية نفسية لتأهيل قطاع البراعم والناشئين. حرص الكابتن محمد رضوان على تجربة جديدة وفريدة من نوعها، إن هو هيكون الصورة معانا أكيد موجودة، إن هو يعني يهتم بالحالة النفسية لكل قطاع البراعم، وده أسلوب وفكر علمي بيتبعه معظم أندية أوروبا. طبعا الدكتورة سمر كانت موجودة واجتمع بالبراعم، وإن شاء الله هيكون في اجتماعات مع فرق قطاع الناشئين. أيضا مقاولون العرب يتعاقد مع الناشئ محمود تيسون. طبعا أي قطاع ناجح ما بتأسش قطاع ناشئين بالبطولات، لأن أهم شيء في قطاعات الناشئين واللي اتعمل من أجله قطاعات الناشئين هو الدعم دائما للفريق الاول من لعيبه من قطاع الناشئين. الفتره اللي فاتت تم التعاقد مع الحارس محمد احمد الشهير بسيحه مواليد 2001، وخلال الايام تعاقد نادي المقاولون العرب مع اللاعب محمود تايسون المهاجم هداف بطوله الجمهوريه، وده طبعا يعني شيء يحسب للكابتن محمد رضوان. وفي الطريق اكتر من لاعب، يعني في احمد خالد 2001، في مصطفى الشاذلي 2002، في حموده 2002، في اكتر من لاعب، بالاضافه طبعا لمجموعه اللعيبه اللي تم التعاقد معاهم، خالد طلبه وعبد الرحمن تاج وعبد الرحمن محمد، اكثر من لاعب، ومحمد علي. وده دايما سياسه قطاع ناشئين نادي المؤمنين العرب اللي هو الاعتماد على ابنائه. طبعا غدا اجراء قرعه دوري القطاعات لمنطقه القاهره الكبرى، ودي تاخرت كتير، ويعني نشدنا واتكلمنا لان الوقت كتير قوي، يعني هم بقالهم فتره كبيره داخلين على شهرين ونص راحه وتمرين، لكن يعني جهد مشكور بيشكر عليه الكابتن حماده الشربين رئيس منطقه القاهره، والاستاذ دافع عبد الدايم، والاستاذ محمد مسلمي، الكابتن ايمن حسان، يعني مشكورين على المجهود اللي بيعملوه. طبعا النهارده اجتماع وزياره محبه وموده. طبعا الكابتن محمد رضوان النهارده استقبل الكابتن احمد الشعراوي نجم نادي المؤمنين في العصر الذهبي، وكان في الكابتن سعيد الشيشيني والكابتن مجدي مصطفى والكابتن عبد الفتاح صالح والكابتن حمدي سكلة. النهارده كانت جلسه موده، وهم اتفقوا، يعني الكابتن رضوان اتفق مع الكابتن احمد شعراوي ان هم دايما ان شاء الله في تواصل، وفي دايما لقاءات مع نجوم العصر الذهبي داخل قلعه ذئاب الجبل، وشيء يحسب للكابتن رضوان ان هو بيجيب الاجيال اللي ادت وصنعت تاريخ نادي المؤمنين العرب، بيكون في تواصل باستمرار ما بينهم. اسمحوا لي هطلع فاصل سريع وهنرجع نستقبل نجم بكره، وهيكون معايا اللاعب حمزه تامر الشهير بحمزه ابو طالب مواليد 2010 لنادي المقاولين
فاصل ونرجع لحضراتكم تاني. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم من جديد. طبعا يعني في نقطة مهمة جدا كنت عايز أبدأ بيها، لكن طبعا أنا عايز أوجه رسالة، لأن السوشيال ميديا الفترة ديت يعني خلال اليومين السابقين أزمة كبيرة بتثار حول شاكوش وحول الحفل وتأمين استاد القاهرة من السادة المسؤولين بأكثر من 70,000 متفرج، وفي نفس الوقت احنا ما بنقدرش نأمن 15 ولا 10 ولا 5,000 مشاهد من جماهير الكرة المصرية. طبعا ده ملف كبير كان يجب ان احنا نتكلم فيه، وبرضه هنتبنى عودة الجماهير، لان احنا دايما بنناشد بعودة الجماهير. لكن الموضوع بقى بتاع شاكوش والناس اللي بتبوظ الذوق العام ده، انا بعتقد لا جهة رقابية هي اللي تقدر تمنعهم، ولا هاني شاكر يقدر يمنعهم. انا بقول احنا نبدأ بنفسنا، نبطل نسمعهم، عشان احنا اللي بننجحهم. احنا كمشاهدين كجماهير، احنا اللي بنديهم المساحة ان احنا نقدر نسمعهم، فبيسيئوا النشأ وبيسيئوا في تربية النشأ. يعني كمان انا عايز اقول ان لازم ولابد مننا احنا نبدأ بنفسنا. مش يعني انا كان نفسي اتكلم كتير في النقطة ديت، لان هي عاملة جدل كتير جدا، لكن لا هاني شاكر ولا الرقابة ولا المصنفات ولا اي جهة رقابية هتقدر تمنعهم، لان ده عرض وطلب، وخاصة ان صفوة المجتمع هم اللي بيسمعوا شاكوش وكسبارة وحنجرة والاشكال الضالة اللي انا بقول على مسؤوليتي دي اشكال ضالة. يجب ان احنا نعمل حملة لمقاطعة تلك الاصوات، لانها بتسيء للذوق العام وبتسيء في النشأ وبتسيء لتربية ابنائنا. طبعا يعني عايز اقول برضو استكمالا للاخبار، ان نادي المقاولين العرب بصدى عمل حفل جماعي كبير جدا بيحضره المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارة نادي المقاولين العرب، بحضور المشرف العام على الكرة السيد المهندس محمد عادل، الكابتن محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين، لتوزيع الجوائز على الفرق اللي حصدت بطولة الصيد بالاشتراك مع نادي زد، وإن شاء الله هنكون إحنا بنغطيها بشكل كويس جدا، يعني في ميعادها بإذن الله. بستقبل برعم ونجم الجد حمزة تامر الشهير بحمزة أبو طالب، مواليد 2010، لاعب نادي المقاولين العرب. ازيك يا حمزة؟ منور صوت الناشئين. عايز أقول لك حاجة يا حمزة بقى، يعني أنا عارف إن أنت ميعاد نومك جه، يعني عايزك كده تقول لي بدايتك لعبت فين قبل المقاولين العرب؟ أنا والله كنت بلعب في وادي دجلة. وادي دجلة، لعبت كام سنة في وادي دجلة؟ 6 سنين. 6 سنين، مين مرنك في وادي دجلة؟ كابتن أحمد فهمي وكابتن فوزي. ليهم كل التقدير. وكابتن تامر عيد. طيب لما جيت المقاولين، يعني أنا عارف إن أنت يعني أحرزت 5 أهداف في بطولة مهرجان القاهرة، دوري مهرجان القاهرة، وأنت لاعب خط وسط يعني مميز. مين بيمرنك في نادي المقاولين العرب؟ كابتن تامر عادل. كابتن تامر عادل. تامر عادل ده كان من المهاجمين اللي يعني اخطر مهاجم جه في تاريخ مصر، لكن هو برضه يعني اهمل في حق نفسه، فيعني لكن احنا دايما بنقول اللي اي حد سبحانه وتعالى ربنا معاه او بيكون قريب لربنا سبحانه وتعالى في حاجات كتير بيوفقه، لكن تامر عادل كان مدربك، كابتن تامر كان من افضل مهاجمين مصر. بتستفاد منه يا حمزه؟ شايف ان هو يعني ماشي معاك كويس يعني كفكر كتوجيهات؟ ماشي معاك كويس. طيب قول لي بقى يا حمزه، انت طبعا في مدرستي بقى، لان انا جالي رساله من مدرسه من عندك، فمحتاجين برضو نشكرهم ونذكر اسم مدرستك. انا في مدرسه نيو فيجن في حدائق الاهرام. نيو فيجن. المدير بتاعك يعني من الناس اللي بتدعم الرياضة، ولما عرف وأعلننا على وجودك معانا النهاردة خد البوست وعمله سكرين شوت ورفعه في الجروب بتاع المدرسة بتاعك، شفته؟ احنا بنشكره لأن هو داعم للرياضة.
في ملعب عندكم في المدرسة بتلعبوا عندنا أنشطة ملعبين. رياضية؟ عندنا ملعبين. عندكم ملعبين بتلعبوا يعني. في انت زمان كان في حصص الألعاب، كنا احنا واحنا صغيرين في سنك بنلعب دوري مدارس ده موجود؟ هو يعني عامل فرقة من الفصل كده وبتلعبوا كده؟ كنا بنلعب. يعني انت خلي بالك دوري المدارس ده يعني كان في دوري دوري بيبسي. صعب. طبعا كان في دوري بيبسي كمان، وخرج محمد صلاح كانت يعني كان نجم، ورمضان صبحي ولاعيبه كتيره جدا خرجت من دوري بيبسي. قبل الهوا شايفك بتتابع على التليفون بتاعك مباراه ليفربول ومين؟ اتلتيكو اتلتيكو مدريد، مدريد. صح كده؟ وكنت حزين ان اتلتيكو كسبان 1-0. ليه بقى؟ حزين على ليفر ولا حزين على مين؟ على عمر حزين على ليفربول. ومحمد صلاح؟ انت يعني مثلك الاعلى يعني محمد صلاح؟ طيب حطه هدف قدامك كده يعني؟ يعني نفسك توصل كده يعني تحقق حلم كده، كلمنا يعني كده. يا رب. يعني هو اللي يعني هو اللي عاجبك فكرة احترافه في ليفربول، ولا ان هو ماشي في مسيرة يعني ناجحة، يعني ماشي انا ماشي في مسيرة ناجحة. بخطى ثابتة؟ ليه بقى؟ عشان انا بحبه. لا انت هو انت حاسس ان هو ماشي بخطى ثابتة، ايه السبب؟ يعني احنا انت قلت لي ان هو ملتزم وبيصلي، انت ملتزم وبتصلي؟ طيب مين بقى مثلك الاعلى بقى يعني محليا؟ محمد صلاح بقى. محمد صلاح. لكن خط النص طارق حامد، عبد الله السعيد، حسام غالي. حسام غالي، الله عليك، انت بتشبه له برضه، يعني انت فيك شبه من حسام غالي. انا عايز اقول برضه للساده المشاهدين ان حمزه يمكن احرز اسرع هدف في مهرجان القاهره بعد 8 ثواني. كان احرز هدف كان في مباراه مين؟ ماتش شباب الشرابيه وفي شباب السعود. مركز شباب السعود، دول كان اسرع هدفين، الاثنين جم بعد الثانيه يعني من الزمن 8 ثواني من المباراه. مين بقى من فرقتك كده بتحس ان هو يعني ايه يعني بيديك باور، بيديك الامان كده في فرقتك، بعض العناصر بقى الموهوبه معاك في الفرقه؟ زمايلك محمد ايه؟ محمد اسماعيل. مركزه ايه؟ مدافع سيردي باك. مين تاني؟ وزياد. والحارس بتاعكم حارس كويس، قول لي كده اسمه ايه؟ عقباوي. العقباوي. العقباوي ده ابن النجم الكبير كابتن محمد العقباوي، انت عارف ان والده كان يعني من حراس مرمى نادي الموالين رقم واحد في وقت من الاوقات كابتن محمد العقباوي، ومدرب حراس مرمى محترم يعني، بنقدم له كل التحيه من خلال البرنامج يعني. طيب احكي لي كده يا حمزه يعني طموحاتك ايه كده، يعني عايز يعني تلعب في اوروبا، عايز مثلا لما تكبر لو جالك عرض من الزمالك او الاهلي؟ عايز العب في اوروبا. يعني ما تفضلش في اي نادي بقى في اوروبا؟ ليفربول او برشلونه. طيب انت بتعمل ايه عشان يعني تحقق الهدف ده؟ ايه اللي حاطه في دماغك كده؟ بصلي وقريب من ربنا عشان يحقق حلم. تصلي وتقرب ربنا سبحانه وتعالى، طبعا ده اهم الاسباب، لكن برضو لازم يبقى فيه اجتهاد، يعني انت بتجتهد بتدوس على نفسك في التمرين؟ يعني عندك ثقافة الفوز كده وثقافة الاحتراف، يعني انا شايف انت متابع جيد للمباريات الاوروبية. انا بحب الماتشات الاوروبية، فيها كورة وفيها متعة، شفت الجماهير وجمالها؟ حتى الفرقة كمان الخسرانة الجمهور يعني بيشجع فريقه، حماس بيشجع فرقته كمان، وبعد يعني صفارة حكم اللقاء المباراة للقاء يعني تلاقي الجمهور مش ساخط مش غضبان، مفيش بقى الجو اللي احنا بنشوفه هنا، عنده روح رياضية، مفيش اعتراض على التحكيم، كل قرارات الحكام بسم الله ما شاء الله، يعني في التزام من اللاعب، ودي ثقافة، دي ثقافة. انت بتعترض على الحكام ولا ايه؟ شوية شوية. طب ايه اللي بيضايقك بقى؟ ليه بتعترض؟ يعني مثلا لو اي حد اداله مثلا كتف قانوني الحكم ممكن يحسبها فاول. فاول عشان صغيرين
سلامه اللاعبين في المرحله بتاعتكم ديت اهم من الفوز. وانا عايز اقول حاجه كمان لاولياء الامور، احنا بنعتبر المرحله السنيه ديت اللي في سنك يا حمزه هي مرحله تعليميه، لكن انتوا بتتحطوا تحت ضغط كبير جدا. الاقي الجمهور وولي امر يضغط، يا ابني خش عليه، شوط، ارجع، يعني عارف ده كله بيشتت اللعب. انت عارف ان قطاع ناشئين نادي المقاولين العرب كابتن محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين، عملنا ندوه مع الاخصائي. انا رحتها، كنت موجود. الاستاذه سمر كانت موجوده. استفدت منها؟ استفدت يعني ايه اللي عجبك في كلامها؟ يعني احكي لي كده، ايه اللي عجبك في كلامها؟ ان هي بتدي اللعيبه حماس. حماس وبتفهمك الصح من الغلط وتفهمك هدفك تحققه ازاي. يعني ده حماس، ماشي، استفدت منها الحماس. ايه تاني استفدت منها؟ ان هي بتقول لنا الغلط، الصح من الغلط. وبتقول لنا ما نعملش حاجه غلط. ونركز في الملعب. ولو مثلا في وقت الجد جد والهزار هزار. تمام. لا انا سعيد ان انت كمان مستوعب كمان ان انت حضرت الندوه. وخلي بالك يمكن الكابتن محمد رضوان كمان عمل يوم لاولياء الامور، عشان برضو اللي انا كنت بتكلم فيه ان دايما اولياء الامور حاطين الولد تحت ضغط. والمسابقات دي ما هي الا مسابقات تعليميه. ليه بقى يا حمزه؟ لان مفيش نقط. احنا ما يعني كسبت النهارده انبي، كسبت الاهلي كسبك، كسبت الشرابيه، كسبت مجلس التحرير، كل الفرق اللي في منطقه القاهره دي في الاول والاخر لا تحسب نتائج، ما بتحسبش نقط، هي مرحله تعليميه. فالنهارده يعني فكر عالي بينهجوا وبيسيروا على بنسير على الخطى الاوروبيه بقى. عايزين نثقف اولادنا وعايزين نعلمهم ان احنا هنقعد كمان مع اولياء الامور. يعني الاستاذه سمر ان شاء الله كل يوم سبت هتبقى متواجده مع كل فرق الناشئين ومع البراعم. هتبقى الساعه 11. هتبقى الساعه 11. برافو عليك. وهننوه كمان عنها خلال برنامجنا، لان لازم دي توعيه ثقافيه وخطوه حضاريه. يعني انا بحيي عليها الكابتن محمد رضوان. وعايز اقول لك بالمناسبه كمان الكابتن محمد رضوان هو اول واحد قدم، مش هقول لك دربه او مرنه، لا، هو اول واحد قدم الكابتن محمد صلاح وهو عنده 15 سنه وسبع شهور بالظبط، وهو اللي صعده فريق اول. وكانت اول مباراه ليه كانت امام انبي. شفت بقى، يبقى رئيس قطاعنا شيء نادي المقاولين العرب هو اول من ايه صعد كابتن محمد صلاح للفريق الاول. انا يعني سعيد بيك، وانت يعني ان شاء الله يا حمزه، انا عن نفسي على المستوى الشخصي بتنبأ لك بمستقبل كويس جدا، لان انا عارف انت لعيب كويس ومجتهد. انا عايزك بقى توجه كلمه لجدك، لان هو منتظرنا. حمزه تامر طبعا ده في شهاده الميلاد، لكن انا عارف انت ملقب بحمزه ابو طالب على اسم جدك. لو حابب توجه له كلمه شكر، توجه لماما، توجه لخالك حماده اللي طالع عينه معاك. احب اشكر ماما وكل اللي وقفوا جنبي. كل اللي وقفوا جنبك. يعني انت شملت كل حاجه، وبالكلمتين دول والجمله دي. انا بشكرك يا حمزه، ونورتني في صوت الناشئين، وان شاء الله اشوفك نجم كبير. ويا ريت تحتفظ بالحلقه ديت عندك دايما في تليفونك، في اللابتوب، في الكمبيوتر، لان دي هتبقى اول حلقه ظهور ليك في برنامج، لان انا عارف وحاسس ان انت هتبقى نجم كبير في يوم من الايام. انا اللي بشكرك يا حمزه على وجودك وسهرتك، وان شاء الله اشوفك نجم كبير. اشكرك يا حبيبي. اعزائي المشاهدين، طبعا ده كان اول لقاءاتنا مع برعم من البراعم المميزه حمزه تامر الشهير بحمزه ابو طالب. اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع نستقبل برضو فقره من فقرات نجوم بكره بعد الفاصل. ورجعنا لكم من جديد، ومعايا طبعا الكابتن زهران احمد. يعني انا مش عايز اطول في المقدمه كتير، لان الكابتن زهران احمد يعني نجم كبير ومدير فني المواليد 2008 لنادي زد. بس اسمحوا لي بس في الاعداد جوه
ينزلوا لي بس بعض الصور في الحديث مع الكابتن، لان في بعض عندنا بعض الصور نجوم بكره عايزين نبص عليها برضو ومع الكابتن زهران يعني. ماشي، اهلا بيك يا ابو زهران. اهلا وسهلا بيك يا حضرتك. انا بشكر حضرتك طبعا على الاستضافه وبرنامج محترم، وبشكر حضرتك كمان على البراعم اللي بتجيبهم وبتقدمهم، وحاجه جميله جدا. حمزه لعيب كويس جدا ولعيب هايل ولافت الانظار كلها، وربنا يوفقك يا استاذ محمد. يا رب يخليك يا ابو زهران، انا شهاده اعتز بيها، وانت اللي منورني في صوت النشيد. ربنا يعزك يا رب. يعني انا عايز بس كده يعني برضو ايه بطاقه تعرف سريعه كده مع الساده الجماهير والمشاهدين الاعزاء بتوعنا، يعني برضو بطاقه تعرف من الكابتن زهران كده، بدات ودربت يعني كده ناخد حاجات كده. انا هكتفي بس ان انا يعني مدير فني حاليا بنادي زد ولفرقه 2008. قبل كده كنت المسؤول الهيد كوتش بتاع اكاديميه باريس في مصر فروع كلها، وقبل كده في فوكسز، ويعني الحمد لله يعني الدنيا يعني. انت اسم محترم، ربنا يعزك يا زهران. يعني طبعا اكيد نادي زد عمل طفره كبيره في خلال الفتره الوجيزه اللي ابتدى يعني يتاسس او يتم فيه ان يبقى فيه براعم، وان هو شارك في دوره صيت، وعمل عمل كمان حاجه جميله، افتتاح محترم وختام محترم في مع بطوله مع نادي الصيد، وكلنا شفناه يعني. ويعني احكي لنا كده عن يعني التجربه بتاعه 2008، وخاصه اللي شارك في بطوله الصيد الدوليه بالاشتراك مع زد. هو بصراحة زي ما حضرتك بتقول فعلا، احنا نادي زد بدأ ما يعني في عمر الكورة يعتبر مش حاجة، لأن احنا بنتكلم في ثلاث شهور. 2008 بالتحديد الفرقة اللي أنا مسؤول عنها كانت من شهرين. كان الموضوع صعب، والناس برضو ناس فاهمة، والناس قالت احنا مش طالبين منك أي حاجة، احنا عارفين ومقدرين إن الوقت ضيق جدا ومش هنضغط على الولاد، وطبعا الولاد متجمعين. أنت مجمع فرقة. لعبتوا كم مباراة؟ لعبنا أربعة. مع مين ومين وكسبت؟ لعبنا بيراميدز كسبنا 1-0، تعادلنا مع المرج، فرقة محترمة جدا واخدها كابتن احمد ديجوي، عامل فرقة منظمة كويسة حياتنا ليه طبعا. وصيد بورسعيد خسرنا 1-0 للأسف يعني. ده كان في دور التمهيدي. صعدنا دور الـ16 وخسرنا طبعا من اف سي مصر. طبعا قطاع محترم اف سي برضو. طبعا وتم يعني شغال قبلك كمان. احنا اشتغلنا قبل البطوله يعتبر شهر ونص. فحضرتك جايب ولد من هنا ولد من هنا ولد جمعت. من هنا جمعت يعني كفايه ان هم كمان، انا مش عاوز احملهم، ما بيلعبوش بطوله السنه دي. لكن السنوات اللي جايه انا عارف انها تشهد طفره كبيره في نادي زد، خاصه في قطاع البراعم، لان انتوا عندكم لعيبه مميزه برضو جدا. انت عند فرقتك مثلا يمكن هو صورته معانا، يعني عندك مصطفى علاء الشارب صاصة، عندك مجموعه لعيبه كويسه. في ولاد كتير جدا زي بصراحة. مين بقى عشان احنا قلنا واحد فانت؟ في مصطفى وفي كالوشه، في فيصل، في لعيبه، في عبد الكومي، في ناحيه الرايت، في عبد الرحمن، وفي كريم، وفي في مجموعه هايله، في مالك معتصم لاعب هايل من الكابتن معتصم سالم، في لعيبه كتير هايلين يعني. ده معانا عمرو لاعب 2007، واحمد محمد سمير 2007. واحمد محمد سمير ده كان عندنا في نادي المقاولين العرب، من اللعيبه الهايله جدا يعني، اعتقد باك رايت ما حصلش. في لاعب ده طبعا اعتقد ده مصطفى. ده مصطفى، علاء الشايل بصاصه، مصطفى هاني. مصطفى هاني. مصطفى هاني لعيب كبير جدا له مستقبل. ده من عندنا بقى من نادي المقاولين العرب، حمزه احمد. ده يعني من اللعيبه المميزه جدا جدا، مواليد 2008 برضو. انا عاوز بالمناسبه حاجه سمعتها يعني من حضرتك دلوقتي. انا بشكر نادي المقاولين على فكره الجانب النفسي والدكتور النفسي. احنا يمكن الجانب النفسي ده جزء، احنا بنتكلم على اعداد بدني ومهاري وخططي ونفسي. ده رابع حاجة من ضمن الإعدادات لا يقل أهمية، مع البدني والمهاري والخطط طبعا. فالجانب النفسي للولاد والبراعم وحتى الفريق الكبير والناشئين وكل ده مهم جدا جدا جدا. احنا زي ما حضرتك قلت كمان، انا متابع حضرتك، احنا ما ينقصناش كتير ابدا عن دول اوروبا وعن فرق اوروبا، غير الالتزام. الجانب النفسية دول بيهتموا بها جدا. الحاجات دي وهنبقى موجودين وهنبقى على الساعه، وان شاء الله هنبقى منافسين ليهم بقوه كمان. ما هو ده الفكر.
هو ده الفكره كاب زهران، ان انت تحاول تقرب وتشوف الناس دي نجحت ازاي وبتفكر ازاي. وانا يمكن انا يمكن مع حضرتك برضو بوجه الشكر يمكن للمره واثنين وثلاثه الكابتن محمد رضوان على الخطوه ديت، لان فعلا يعني شوف كمان احنا هنعمل يعني نادي المولين هيعمل جلسات كمان مع اولياء الامور، لان زي ما قلت في الحلقه صح. ان ده ضغط بيحط الولد في مرحله سنيه تعليميه، دي تعليميه وما فيهاش مراكز صح، ما فيهاش بطوله صح، بيحط تحت ضغط فظيع. او زي ما حضرتك بتقول فعلا ولي الامر، ولي الامر دوره لا ما بيقلش اهميه عن المدرب. ولي الامر زي ما حضرتك بتقول بيحط ابنه تحت ضغط، كمان بيوجهه من بره، بيوجه دي مشكله كبيره. ما انا زي ما انا كنت بقول بنفس الاسلوب بتاعه بالظبط. ما ينفعش ده ولد، سيبه يتمتع، سيبه يلعب، سيبه المدرب يسمع المدرب. ما تحطوش لاعب ما لعبش كان وحش، لا انت كنت كويس مش مهم، دايما تشجعه. انا نفسي ولي الامر ده يعني انا كولي امر ابقى سواق اوصل الولد واستناه اروحه، لكن لا ادخل فنيا ولا صح. انا مش هبقى يعني انا يعني شعب مكه ادرى بيها زي ما بيقولوا. انا راجل مدير فني لعبت كوره واشتغلت، فانا عارف هوجه ابنك ازاي. فهد بقى انت اقعد اسكت اشرب شايك كده يعني. ايوه صح صح. واحنا هنعمل حلقه عن الموضوع ده، تدخل اولاد الامور ده، وان شاء الله هتبقى معانا يا كابتن زهران، لان انا عارف شرف ليا. شرف ليا. لا ده شرف ليا، شرف ليا. وهو ليه الامر طبعا بيتعب يعني، بيتعب ده فرض عليه ويعني. وده دوره. ده دوره. بس انت ما تتعبش وتيجي تشيلني انا مشكله تعبك. مش عايز تتعب خلي ابنك في البيت. انا عايز اقول ده دورك ان انت تتعب وتمشي ورايا. مش عاوزين نيجي عليهم اوفر يعني، هم الناس كويسين، بس الجزء الفني ده احنا كلنا انا عن نفسي بقبل كل جبين ولي امر بيسعى ويجتهد ويتعب ويروح طبعا ورا ابنه طبعا عشان يحقق حلمه وطموحه، لكن في نفس الوقت انت ليك دور ما ينفعش تتخطاه كولي امر. ابنك ده في الملعب، ابن انا بقى خلصت، انت سبتهولي صح يعني. ده وجهه نظر المتواضعه يعني. احنا عندنا كمان ان شاء الله يعني ولد حارس مرمى خد احسن لاعب في البطوله، على الرغم ان هو لاعب 2008 عمرو عادل ده ما شاء الله عليه. ان شاء الله نجيبه يعني معانا في حلقه برضه. ان شاء الله. وفي محمد احمد برضه لاعب هايل، لاعب هايل. لازم نلقي الضوء على كل براعم زد اللعيبه المميزه. انا عشان ما انساش الولاد كلهم بصراحه يعني، كانوا رجاله وادوا على قد ما قدروا. انت عامل شغل كويس حبيبي. انت ربنا عامل شغل كويس حبيبي. ربنا في صوره للاعب ادهم اسلام لاعب سيراميكا 2006. انا عايز اقول ان اللاعب ده عامل طفره كبيره جدا، يا ريت لو صورته معانا نطلعها على الشاشه، لانه من اللعيبه المميزه جدا جدا داخل صفوف سيراميكا، واللي هو شامل بنفسه بيشيد بيه جدا، وكلمني كتير عن الولد ده وقال لي هيبقى له مستقبل كبير جدا. ادي ادهم اسلام لاعب سيراميكا 2006. كابتن زهران تيجي نروح كده لبطوله الجمهوريه نستعرض الجداول كده، لان فتره بقى ما قلناش جداول. هنقول من الاول للرابع عشان الوقت بس. تمام. ترتيب الجداول معانا على الشاشه. معانا ترتيب دوري مواليد 99. هتقول حضرتك الترتيب يعني اول اربع فرق مثلا. عندنا الاهلي، انبي، طلائع الجيش، الاسماعيلي. المباريات يا كابتن؟ لاعب 24. لا مش اللاعب خلاص. احنا قلنا الاول الاهلي، انبي، طلائع الجيش، الاسماعيلي. هنقول بقى النتائج بقى الجوله 24 في بطوله الجمهوريه مواليد 99. عندنا الجونه لاعب الاسماعيلي، الاسماعيلي كسب 3-0. انتاج الحربي مع اسوان 3-0 اسوان. طنطا وادي دجله 0-0. اف سي مصر والاهلي 2-1 للاهلي. حرس الحدود وطلائع الجيش 3-1 لطلائع الجيش. سموحه و بيراميدز 2-0 لبيراميدز. بمناسبه بيراميدز بس بسرعه معلش، بنهني بيراميدز بالكابتن معتصم سالم مسؤول الناشئين والبراعم. طبعا راجل محترم طبعًا جدا، ولاعب طبعا غني عن التعريف طبعا، وحاجه مشرفه جدا. والكابتن عصام بقى نحييه، الكابتن عصام رئيس قطاع الناشئين. الكابتن عصام عيد. طالما رحنا للبراعم طبعا نهني الكابتن عصام عيد رئيس قطاع ناشئين بيراميدز.
2-0 الزمالك عندك، الزمالك والمقاولين 1-0 المقاولين. دي كانت في الزمالك وانا حضرته في نادي الزمالك بنهان الكابتن عبد العزيز مصطفى زيزو اللي تولى القياده، لان عملنا دمج ما بين 2001 و99 وتولى قياده الفريقين الكابتن عبد العزيز مصطفى، ولعب 3 مباريات خد منهم 6 بطولات. كبيره طبعا لنادي المقاولين وعلى مجهود يعني ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. الاتحاد السكندري ومصر المقاصه 2-1 مصر المقاصه، مصر وانبي 1-0 الانبي 2003 عندنا هنقول الجوله رقم 23 الاهلي وطنطا، الاهلي وطنطا 1-1 الاسماعيلي والاتحاد السكندري 3-1 الاسماعيلي، مصر المقاصه والزمالك 2-1 بيراميدز وحرس الحدود 2-حرس الحدود طبعا طلائع الجيش وانبي 1-0 مقاولين العرب وسموحه 0-0 كانت عندنا وادينا بشكل كويس لكن مفيش حظ. توفيق بقى ترتيب دوري مواليد 2003 عندنا انبي رقم 1 الزمالك، وادي دجله الاهلي، بيراميدز بيراميدز بطوله الجمهوريه بقى مباراه 2004 هنقول النتائج الاهلي والزمالك 4-1 للاهلي نتيجه كبيره طبعا. انا عايز اقول كمان يعني مش عايز كل ناشئ كل ما هو خطا نشتغل عليه يعني الاهلي 4 والزمالك 1 برضه نفس مشكله وقفه رمضان صبحي برضه يعني مش عايز اقول اسم اللاعب وقف على الكوره واثار بلبله ومشاكل وكادت تحدث كارثه ما بين اولياء الامور والجماهير مع بعضها لان النهارده الجماهير في الناشئين اكتر من الجماهير في الدوري الممتاز طبعا يعني بقت موضه يا كابتن زهران في ثقافه اللي قلنا فيها الفوز والتواضع عند الفوز صح طبعا واحترام الخصم وكمان لازم اهو ده بقى اهو ده الجانب النفسي اللي نادي المقاولين يشتغل عليه، ده مهم ان احنا نشتغل عليه ونفهمه ان ده مش هيفيدك في حاجه ولا بالعكس بالظبط بالعكس فعلا زي ما حضرتك بتتكلم. بيراميدز والمقاصه 1-1 طنطا وادي دجله 1-0 لوادي دجله، مقاولين عرب وجونه 5-2 لمقاولين عرب. بنهان الكابتن الشيمي عمل اداء محترم واسمحوا لي برضو ان انا يعني من الحاجات المحترمه ان اللاعب عبد الرحمن بهاء لاعب 2004 توفت جدته قبل المباراه ب10 دقائق واصر ان هو ما يروحش العزاء ويكمل المباراه ويبدا المباراه ويلعب المباراه وبعد المباراه مباشره راح العزاء. حقيقي يعني طبعا دي من الحاجات اللي قدم له العزاء وربنا يوفقه يعني بنواسيه وبننعيه ونواسيه في وفاه جدته يعني اللاعب عبد الرحمن بهاء. الانتاج الحربي 2 وانبي 1 اسماعيلي 1 سموحه 0 الترتيب مواليد 2004 الاهلي يليه انبي المركز الثالث الزمالك الرابع المقاولين العرب الخامس حرس الحدود. خلي بالك مجموعه يعني النقاط قريبه جدا يعني الاهلي 37 بونت الانبي 33 الزمالك 32 المقاولين 31 يعني مباراه او اثنين بيفرقوا في ترتيب الجدول بالظبط بالظبط في ترتيب الجدول. كابتن هاني كابتن زهران اسعدتني انا اللي اسعدت بحضرتك جدا وان شاء الله باذن الله هنتواصل دايما. لكن انا كنت عايز برضو انوه عن حاجه قبل الختام طبعا كان في بطوله قبل الصيد يعني ممكن برضو نقول بعض التفاصيل لو حابب يعني كان في بطوله طبعا تحت اشراف برضو في كانت في شهر 8 في اغسطس واتعملت في وقت قليل جدا برضو وتم فيها استدعاء قطاعات من اوروبا فالنسيا مارسيليا جنت اوترخت وفرقتين عربيتين الصفاقسي والافريقي كانت حاجه برضو صفاقسي التونسي والافريقي التونسي وكان في 6 فرق من خارج مصر 6 من اوروبا واثنين اللي هم الافريقي والصفاقسي وكان في عملنا زي مجموعه فرقه 2007 كذا فرقه 2007 من الانديه يعني تمام وكانت بطوله يعني فعلا كبيره جدا في السن 2007 مواليد 2007 قطاعات جايب قطاعات من اوروبا حاجه كانت دي كانت مواليد 2007 فقط 2007 هل كان في تخطيط ليها قبلها؟ طبعا كان في تخطيط ان انت تبعت للانديه دي انت مش جايب اكاديميه انت جايب قطاع فالنسيا مارسيليا جين طبعا فانت لازم يبقى في تخطيط معاهم وفي اتصال وميلات راحه بقى وجايه على اساس
الناس دي هتيجي، طب هم عاوزين ايه طبعا قطاع كبير، فكل واحد طبعا عاوز يبقى شايف ايه اللي هيتقدم او ايه اللي هيتقدم له، هيضيف له ايه بالنسبه للفرق الكبيره دي. فكان طبعا تغطيه كويسه وكان استعداد كويس جدا للبطوله، فنادي طبعا اقامه وكل حاجه لكن هل هي هتعتبر دوره سنويه موسميه ننتظرها إن شاء الله في ملاعب ان شاء الله باذن كل الله كل شهر 8 كل اغسطس ان شاء الله، لان الناس اتكلمت معانا ان دي هتتكرر تاني كل سنه ان شاء الله، وهتبقى بطوله بصفه مستمره ان شاء الله. زد يرعاها دايما وان شاء الله يعني نشوفها السنه دي ان شاء الله. هو مين ماسك مدير فني في 2007؟ كابتن اسامه عبد الله. كابتن اسامه عبد الله الذئب. الذئب. 2009 كابتن زيزو. ايوه. كابتن محمد عبد العزيز. كابتن محمد عبد العزيز. و 2010 يعني برضو عايز اقول يعني تشكر الجهاز اللي مع حضرتك في الفريق برضو. كابتن معايا طبعا مدرب عام عمرو كابتن عمر، حاجه محترمه جدا وراجل على اعلى مستوى. كابتن حسن مدرب حراس مرمى، وكابتن محمد مدرب حراس مرمى. طبعا اداري كابتن اسامه جاويش ده مسمينه الدينامو. عندنا برضه في نادي المقاولين هنا عادل دينامو. ايوه. وبشكر طبعا المنظومه كلها. لا منظومه محترمه. استاذ هيثم عبد العظيم المدير التنفيذي شركه راسكم، حاجه يعني بصراحه ناس ما بتتدخلش، وقال لك المدير الفني هو مجلس الاداره بتاعت الفرقه كلها يعمل الجهاز عموما. ثقه. بصراحه. طبعا طبعا. انا سعيد بيك كابتن زهران ونورتني وشرفتني. شرف ليا. شرف وان شاء الله على وعد ان شاء الله منك ان احنا نتواصل، وخاصه في الفقره اللي انا قلت لحضرتك عليها في حلقه ان شاء الله. ان شاء الله. هنتكلم عن اولياء الامور ونتكلم عن المشاكل اللي بتعنيها الانديه والبراعم في السن ده. ان شاء الله. وانا بسعد بيك دايما. انا سعيد بحضرتك، وكانت حلقه يا رب تكون كويسه للناس، وانا سعيد طبعا بالقائمه حضرتك. أنا اللي جدا اسعد والله وشرفتني. شرف ليا. رب يخليك. اعزائي مشاهدينا الكرام، طبعا بنشكركم على حسن المشاهده وحسن المتابعه، وان شاء الله الاعاده. انا ما حدش قال لي الاعاده الساعه كام، لكن انا هقول لكم الاعاده الساعه 6. هما بقى يظبطوها بقى في الاعاده الساعه 6 ان شاء الله. الاعاده هتكون الساعه 6 صباحا. هنلتقي بكم إن شاء الله الثلاثاء القادم. تصبحوا على خير.